شكل كتير اتراكتيف للمازدا 6 بيعطيها امتياز خاص عن غيرها من المنافسات باللاين تبعها. صحيح انه السيارة هي الاكبر حجما بالشركة اليابانية وبالتالي هي فاميلي كار او بزنس مان كار، لكن شكلها الحلو من الجريل الامامي العريض للشيب بسقفها واللاينز على جوانبها بيجعلوا السيارة مطلوبة عند الشباب ايضا. اوبشنز كتار من الهاي اند كروم وين ما كان بالسيارة، للليد لايتس، الفوغ لايتس، صن روف جلاس، 19 انش الوي ويلز والدول اكزوست، وطبعا كل هالامور مع الكودو ديزاين الشهير للشركة بطرازها الجديد اللي بيعطيها هالسول اوف موشن بين الباور والسبيد، عم بيجعلوا من المازدا 6 سيارة جميلة جدا. سيارة 4 سيلندر 2.5 لتر بيولدوا 188 حصان على 280 نيوتن متر كتورك. المازدا 6 أثبتت عن امتياز كبير بالقيادة الديناميكية وكنترول رائع على الطريق. داخل السيارة فخم جدا وغني، بداية من الجلد للتاتش سكرين يلي فيها مزايا عديدة من الفويس ريكوجنيشن، بلوتوث وغيرها، فضلا للهيد اب ديسبلاي، الكلايمت كنترول اي سي والمالتي فانكشنال ستيرينج ويل للتحكم بالسكرين، اضافة للريف فيو كاميرا وسنسرز ولقيادة اكثر رياضية البادل شيفت. ومن ناحية السيفتي السيارة فيها 6 ايرباكس. بشكل عام سيارة مريحة جدا وفخمة واكيد very high tech، وبالباد ريفيوز اللي فينا نقوله هو الهيد روم بالكراسي الخلفية شوي واطي، فضلا انه فتحة الصندوق كان ممكن تكون الكتريك، كما انه المحرك واحد والسيارة بتحمل 6 سيلندر لمحبي المحركات الكبيرة والسريعة والبرفورمانس العالية.